أزمة كورونا مشاهدينا هي الشغل الشاغل للعالم، وأصبح هاجس الخوف من اكتساب هذا المرض يشكل مشكلة للجميع. وفي محاولة لدعم الجهود العالمية في الحد من انتشار هاي الجائحة، أطلقت جوجل ماب ميزة جديدة تساعد المستخدمين على التعرف بشكل أكبر على حالة انتشار المرض في المناطق التي نرتادها. لتفاصيل أكثر خلينا نشوف معاكم التقرير التالي. حدثت شركة جوجل خدمة خرائطها المجانية جوجل مابس هذا الأسبوع لتقدم خاصية تظهر انتشار كوفيد-19 في المناطق التي يقصدها المستخدم. وقالت الشركة العملاقة إنه سيكون باستطاعة المستخدم أن نقر على خيار يتم الوصول إليه عبر ميزة طبقات في أعلى زاوية الشاشة من أجل تعزيز الخرائط بنتائج الأيام السبعة الأخيرة للإصابات لكل 100,000 نسمة في المناطق التي تتم مشاهدتها. كما أن هناك مؤشراً سيتيح معرفة إن كان عدد الإصابات بكوفيد-19 في نقطة معينة يسجل ازدياد أو انخفاض، ويكمن الهدف من هذه الأداة توفير معلومات أساسية بشأن الإصابات بكوفيد-19 في منطقة ما، بحيث يمكنك اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أكثر حول أين ستذهب أو ماذا ستفعل.